مرة دخلنا رهان انه مين فينا هيقدر يقعد على الهواء اكتر ويعمل تغطية ارتجالية كمان. الوقت ده كان ايام الاخوان وكانت احداث مسجد الفتح. فانا اتذكر قعدنا على الهواء تقريبا كان من الساعة 6 مساء وقعدنا مستمرين على الهواء. فدخلنا رهاننا وهو مين فينا اللي هيقدر يكمل اكتر. فانا فضلت شغال 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 من الساعة 6 قعدت شغال لحد الساعة 3 بعد نص الليل. كويس. وائل كمل لحد الساعة 6 الصبح. كان رهان احنا بنحب بيه بلدنا مما لا شك فيه، واقفين مع بلدنا، مش عاوزين يفوتنا ولا لحظة ولا فوتة، مش عاوزين الناس ما تبقاش عارفة. لكن جيت انا على الساعة 3 وما قدرتش، كنت عايز انام، تعبان ولا 4 كمان. وائل كمل لستة ونص او 7 صباحا، لدرجة ان انا فاكر كويس في اليوم ده كنا قاعدين بنتفرج انا وصديقنا العزيز ألبرت شفيق، فقاعدين بنتفرج انا وألبرت مع بعض، فلقينا وائل قاعد ما شاء الله عليه مكمل الله يرحمه يا رب. وبعدين جه في النص خد فاصل وغير هدومه ورجع يكمل تاني، ما بيسيبش الشغل، بيحبه وبيحب بلده.